يتوجه عشاق الكرة الإفريقية إلى ملاعب كوت ديفوار في الفترة من 13 من يناير وحتى 11 من فبراير من العام الجاري 2024 لمتابعة منافسات كأس أمم إفريقيا نسخة 2023. المنتخب المصري صاحب أغلب الأرقام القياسية عبر تاريخ كأس أمم إفريقيا والمتوج باللقب في 7 مناسبات سابقة يخوض منافسات نسخة 2023 بطموحات كبيرة تحت قيادة مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا أملا في العودة إلى أرض الوطن بالكأس الثامنة. وتضم مجموعة منتخب مصر في الكان منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق، حيث يستهل الفراعنة المشوار بلقاء موزمبيق الأحد المقبل. ومن بين الأرقام القياسية لمنتخب أحفاد الفراعنة في كأس أمم إفريقيا هي سلسلة اللا هزيمة التي استمرت على مدار 24 مباراة متتالية، وهو الرقم الذي لا زال صامداً باسم المنتخب المصري. ومنذ الخسارة على يد الجزائر في نسخة 2004 استمر منتخب مصر دون التعرض لأي هزيمة حتى نهاية 2017 بالجابون أمام المنتخب الكاميروني، وشهدت الفترة من 2004 إلى 2017 على 19 انتصارا للمنتخب المصري وخمسة تعادلات في كأس أمم إفريقيا دون تلقي أي خسارة. وحقق أحفاد الفراعنة خلال تلك الفترة الذهبية لقب كأس أمم إفريقيا 3 مرات متتالية نسخ 2006 و2008 و2010 تحت قيادة المعلم حسن شحاتة. جماهير الكرة المصرية تحلم بالنجمة الإفريقية الثامنة وعودة نجوم منتخبنا الوطني بالكأس الغالية من كوت ديفوار.